السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، ونستضيف لكم فيه الضيف السيدة المنجية بنت أحمد. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وهي خبيرة في مجال التغذية. تشهد درجات الحرارة انخفاضا كبيرا في عموم التراب الوطني، يرافقه انتشار ملحوظ لبعض الأمراض، ولمواجهة انعكاساتها الطقس ينصح الأطباء باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أمراض البرد، ومن أهمها التغذية الصحية المناسبة لهذه الفترة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين: ما هو الغذاء المناسب لتفادي نزلات البرد؟ وما المسلكيات الواجب اتباعها لتفادي المخاطر التي قد يسببها؟ قبل الدخول في النقاش نتابع التقرير التالي. خلال فصل الشتاء يلاحظ تزايد حالات الإصابة بالنزلات البردية من حمى وصداع، الشيء الذي يستدعي أخذ الحيطة والحذر وتوفير حمية صحية وغذائية تتناسب مع موجة البرد وتساهم إلى حد كبير في تخفيف أمراض الشتاء. ومن هذا المنطلق تشكل التغذية الصحية عاملا أساسيا في التصدي لتلك الأمراض عبر اعتماد تناول البروتينات والفيتامينات في الوجبات الغذائية اليومية والمتوفرة بشكل كبير في الخضروات والفواكه، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات الساخنة. ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة كثرة استعمال السوائل والأطعمة الساخنة الغنية بالفيتامينات والسعرات الحرارية التي تزود جسم الإنسان بالطاقة اللازمة خصوصا في فصل الشتاء. تحسيس المواطنين بأهمية استخدام الغذاء المناسب والملابس الدافئة في هذه الفترة الشتوية ونشر الوعي الغذائي والصحي في المجتمع يشكلان الضامن الوحيد لتقليص الإصابة بأمراض البرد والتمتع بصحة جيدة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفة البرنامج الليلة سيدة المنجية بنت أحمد، خبيرة في مجال التغذية. مرحبا بك. ما هو الغذاء المناسب لتفادي أمراض الشتاء عموما؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغذاء المناسب في الشتاء هو اللي يحتوي في نفس الوقت على مواد الطاقة اللي هي سكريات والدهون والبروتينات، وذيك قطعا ما نوصاو عليها بين اللي لا هي كاع المعتمد عليها تغذيتنا اساسا الا النشويات واللحوم، يا غير مولي يالتو يعود يحتوي بالقدر الكافي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده والالياف والماء، وذيك هي اللي غنيه بها هذه الفواكه والخضروات اللي وخلتوا في العنصر. معناها على ان الرقاج يالتو مثلا يقبل القدر الكافي لاحتياجاته الجسمية لتأدية وظائفه الحيوية كاملة الفيزيولوجية والبيولوجية، معناها على أنه يالتو يقبل من الفيتامينات والمعادن والماء احتياجات والألياف، وذيك موجودة كيف قلنا في الفواكه والخضروات، وخاصة ان قاع الشتاء ما ياسر فيه الفواكه، سبحان الله فيها اللاذ اللي معلوم في النزلات البرديه، لا اورانج ومندارين وذاك الشيء معرم تبارك الله. وغير قاع التمر الفواكه الجافه، لان عاده الفواكه مهمه وما هي ياسر في زمن الشتاء، عاد الانسان طبيعيا قاع لا من الحاجه تؤدي له عادي يجففها، وعادي يقبض الفواكه الجافه كي اللوز والجوز وذا الشيء. وحنا قاع عندنا التمر، التمر منجم من المعادن والفيتامينات والالياف الزينه المفيده، وما خارق مرض حكما ما يداويه من فقر الدم لانه غني بالحديد، ومن ارتفاع ضغط الدم لانه ما فيه صوديوم وغني بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، والفيتامينات كامله حكما منجم منها ومنجم من المعادن كيف قلت لك، ومعلوم في التركه ومعلوم في المسنين ومعلوم في العين الابصار، فيه مواد معلومه في لاريتين في النظر، معناها انه معلوم في المسنين ومعلوم في الاطفال ومعلوم في الكام. اذا قد حد يتم مثلا وجباتنا هذه العاديه يقبضها ويعدلها تعداد زين، يقير مولي يحاول قدر الامكان
يدير شوي من فواكه فيها، والله باط التمر، والله والله العسل، والله يصبح تركب الزيت والعسل والله. طيب سميتي لنا بعض من المواد اللي ناكل، كي التمر وكيف الزيت والعسل وبعض من الفواكه. نحن الان نتحدث الاسر الموريتانيه في المطبخ الموريتاني، نتحدث للاسر الموريتانيه بما في مطبخها. المطبخ الموريتاني اللي سمينا مسميات الاطعمه اللي تنفع في النازله وفي النازلات البرد عموما، اللي موجوده عندنا احنا لك. موجود عندنا كيف قلت لك؟ يلا ركز. فيتامين سي، فيتامين سي هذه ما هي في اورانج وحده وفي سبوم اذا فيهم فيتامين سي ما هو معقول، وهي ما هي حامضه ولا تاثر على المعده على حد. وفيه هو اسمه بيساب وفتجمخت، هذا هم اللي، وهو قاع سبحان الله كل ما كان الغذاء محلي وموسمي كل شيء قاع محلي احسن صحيا فرقاش من شيء مستورد، لانه نابت في بيئته هو اللي يعرف وعايش فيها. ذاك بعد قاع يالتو يعود معطيته الأولوية، بدل ما يشري حد خضروات جاية من مرقب وواعرة وهذا يشري. والخضروات هم اللي المهمة في زمن الشتاء، الذي اللي تنبت فيه سبحان الله، الذي اللي في الجذور، كيف تاش، كيف كاروت، كيف بتراف، كيف بومدتار، كيف قلت لك بسبومة، كيف البصل، هذا ضرك يا قيري قد حد. احنا مشكلتنا شنو هي؟ احنا مشكلتنا ما هي قلتها، احنا مشكلة المطبخ الموريتاني والوجبات، الطريقة اللي يعدل بها. شنو الطريقة الصحية؟ ما هي صالحة، ليك ما هي صحية. قولي لي الطريقة اللي ما هي صالحة، الطريقة الصالحة. أولا الزيوت ما يلتها تنحرق. ما يلتها تنقلق. ما يلتها تنقلق إلى أنت تلحق درجة حرارة تعود قاع هذيك هي كحالاتها دخاخينها ماشيين تعود مسرطينة. والزيت ما يلته أبدا يعاد التسخين. واحدين يعدلوا بانيو ويلموها والله فريت. ويعقبوا يقبضوا ذيك دلويل ويعدلوا بها فريت اخرى. هاي خطورته شنو هي؟ شو يسبب؟ خطور ما خالك شيء ما يسبب، يسبب اخطر مرض قلت لك انه سرطانات. اعوذ بالله. معناها على ياسر من المسلكيات، احنا درك واحدين فيها لا الوعي والتحسيس. وتعرفوا على التوعيه والتحسيس يقبضوا ياسر من الوقت به اللي عادات صحيح. مجتمعيه صحيح. ولا تتغير بين عشيه وضحاها، والصحه اللي معتمده عليها لا التغذيه صحيح. يعني تعود الغذاء ما هو صحي ما هو عرفنا عن الزيت ما ينقلق، انه قليل الزيت انه في خطوره على تنقع مارو مثلا. أيوه. مارو ما يوقع في الماء، ما يوقع في الماء مكب ما وينقبل هو ويرقب ويندرس، يبقى لا الحشيش ماشي يعدل. هو ينقبض ينقسل عنه شوي ذيك القبره اللي ماشه، وما بعد كاع حتى الاطباء التقليديين سبحان الله يسقوه ليشير مثلا قابض الجوف، معناها الماء جميع السكريات وجميع المعادن والاملاح المعدنيه اللي فيه والفيتامينات خاضت شور الماء بارلوسموز، معناها ان ليتو خاض شور ذاك اللي اقل تركيز، معناها ينقص غير ما ينقع واش وخير قاع. والخضروات اللي تم حد ذي بلات مارو والله والله كسكس والله اللي هو لا بد له منها، يتم يعدل حلها شوي من سلطه. ذا اللي له يدير الخضروات وهي تفقد قيمتها في المرجن يقبضها يقطعها قاع كري، ذي اللي ينتكل من هني يعدل منه كيف لقيته يطلع بلات مارو الابيض يقبض شوي من الخضروات اللي كان يجبر في مرض فقد قيمته وتمرش ما هو مقطي تماما ويمشي لا من الفيتامينات ويمشي مقطي يمشي لان هو قاع اشبه شي خالق لين يرقبوا وذاك احنا ما نعدلوا. اذا الحل شنو عندي؟ الحل شنو؟ الحل حد يطرح شوي جذاب بعد قاع يرف وبعد قاع لو كيل هذا اللي لا يوكل ويعطيهم ما يفقد قيمته في ذاك التطهير غير سليم. طيب نحن لا نعرف عن فما يدري ما لابد تلقاني نشرب الشتاء. نشرب الناس تقول حاجة الانسان الشتاء في الشتاء اللي من تنقص عن حاجته في الصيف. وقاع ما يحتاج. ما يحك. الناس قاع مشكلتها ان هي مشكلتها في الماء لانها ما تشرب ما لين تعطش. السياني قاع في الصيف الصيف به اللي عطاش به العراقة. لا يفقد عن طريق العرق وياسر مشي. وفي الشتاء ما هي عرقة اللي تعود ما تحس بالعطش ولذلك ما يشرب الماء، وهذا هو أخطر شيء لأن الماء هو بعد قاع اللي دهي يرقق الدم لأن يستكيلي بسهولة جميع العروق اللي يلحق كل خلايا من الجسم وتتغذى منه،
في الوقت المناسب ما تلقيت مشاكل. وإذا هي طرد هو قال عندي صاحبي لي هرب عن الهضم إذا تخلص من سموم الفضلة ذا كامل اللي تعد ما خالق تفاعل ولا عملية تدخل داخل الجسم ما هو عن الماء. سبحان الله وش عنا من الماء كل شيء حي ولا بد منه. ولذلك يقد حد الصيد يدفي العاد بارد حد يحلي شجر ما يترك ما بشر يصب من بارد ودائما عاد من الكلب يشرب من دار الصغير يعني من ياسر هو كان يقدر يحلي له أي شيء قالوا فيه ليمون وعسل قالوا فيه زنجبيل ذاك معلوم في البرد قالوا فيه باط بصاب قالوا فيه تجمخ أي شيء يراقبوا في إنه يشرب وينسق ما اللي مازال في الدار ما ينتكل على هذا. ممتاز. لأن التجفاف خطير خطير على الناس قاعد الكبار في الحارة الترك. ممتاز. معناها؟ طيب عرفنا الآن الغذاء المناسب لتفادي نزلات البرد ماذا عن المسلكيات؟ مسلكيات عن طريق التوعية للواحد في ضركشن الناس اللي أنت فهم لأنها هي ما تقد تعود في حالة صحية جيدة ما هو عن طريق هذه التغذية اللي له يتدخل في جسمها وخصوصا لأن تعود مثلا في البرد احنا البرد كل هي التغذية تختلف كيف قلت لك باختلاف الأزمنة هي بياسم المعايير كل حد عنده. طيب قلتي فكرة عن المواد دائما المنتجه محليا والله زاد الخضروات اللي جبتت محليا انها غذائيا افضل هي من الخضروات اللي مستورده صحيح. لماذا قلت؟ لان اولا بعد كاع ما عندنا ذا من طفره في تقدم التكنولوجي اللي عند الناس الاخرى اللي نعدلوا مازال طبيعي هذه واحده والناس الاخرى رايالك عندهم مثلا في ذا العالم المتقدم في اوروبا وكندا وذا الشيء عندهم هون ينعتوا لك ذهور يقول لك هذا بيو وهذا هذا مثلا كيل طماطه ضعف 10 مرات والمستهلك العادي يختار يشتري 10 كيلوات من طماطه بنفس السعر يعني يشتري كيلو واحد انا صاقع وفرها لنا مولانا طاها لنا بدون قاع ما نفتروا روسنا وبسعر أقل قاع ياسر فيه من ذا اللي دون السميدة والمواد الكيميائية وفوق كل ذلك صحيحة وفيها دعم المنتوج الوطني وموسمية وما خارج فيها دعم المنتوج الوطني وصحيحة. شكرا جزيلا لك سيدة مجابة أحمد خبيرة في الجزائر القضية شكرا جزيلا لك شكرا لكم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام مع حسن المتابعة.